كابتن هشام بدراوي المدير الفني لمنتخب مصر. الان منتخب مصر يعني يتعرض للخساره الثالثه، تعليقك النهارده ايه على اللقاء وكيف ترى مستوى المنتخب المصري؟ مستوى منتخب مصر سيء جدا يعني، بس عندنا يعني هي الشامي عندها مزق عضل فيها من الماتش امبارح، مش قادر تتحرك، وعند الله بينجي بتلعب برضه عنها، والمفروض كانت